سلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في بكشتنا. نخبركم الأول عن عندهم الريال واحد يعرف يقفر، حتى ترى الريال يوم يتبعونه قالوا فلان يانا ريال لما نعرفه، قالوا ما عليه خلوا فلان يجي فلان يعرف. قالوا لما له هاي الأثار، قال هاي الأثار أثار فلان بن فلان، وإن كان عنده مطية ولا دبية. قالوا نحن ما نعرف، قال لهم لا هاتوا فلان هو بيظهره من يمعة البوش الأثار بيظهره ويعرف. يا أبوه قالوا لك تعال نباك تتبع يبوش وتظهر لنا يبوش هاي من له هاي يبوش. قفر ليبوش اختفن عليه عارات يبوش اختفن عليه وقال هذه ناقة فلان بن فلان ويا بوي فلان بن فلان، وإن كان دبية بعد تلمت كذلك يعرف بعد حتى ثرى الدبية يعرفه إن كان هوش ولا معاز بيقطع عليه. قال هذا الدبية لفلان ضايع من يومين يدورونه ما خلوا بقعة. قالوا قصه فلان يقول إميرة الفلاني وهناك لاجنها يبارحة وتلاحقه قبل ما ينفد من تب الشرجي على الحلال فر خاص ما يلس مول يتابع الهوى اللي كان بتدركه وبترده واللي حد اللي جيه وخذ أجره ورده. هذا علومنا اليوم في البكشة، حياكم الله.